المكون التابعة للمجلس العسكري لمدينة حمص وريفيا يقومون بالتجهيز لاستهداف مواقع النظام على إحدى الجبهات في ريف حمص الشمالي 31/7/2013. سريه الهاون التابعه للمجلس العسكري لمدينه حمص وريفيا يقومون بالتجهيز لاستهداف مواقع النظام. يا ابو انت ركب الصواعق انا بالعرب ركب الكاكات انا بركب الصواعق الله أكبر. سريه الهاون التابعة للمجلس العسكري لمدينة حمص وريفيا يقوم بالتجهيز استهداف مواقع النظام 31/7/2013.